على هامش منتدى بوابة الخليج، أعلن بنك جي بي مورغان عن خطط لتوظيف مهندسي برامج وتقنيين لدعم أعمال المدفوعات العالمية التابعة للبنك. وقالت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية إن مملكة البحرين رسخت سمعتها كمركز مالي وتقني سريع النمو في المنطقة بفضل ما تتمتع به من قطاع خدمات مالية رقمي ومواهب ماهرة، لافتة إلى أن قيام البنك بتوظيف تقنيين في مملكة البحرين يمثل تأكيدا على ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال الرائدة في مملكة البحرين والكوادر الوطنية المؤهلة للمستقبل.